السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن بعض رموز الاكسسوارات في المنام، اللي هي محذرة واللي هي مبشرة. ايه هي المبشرة؟ اللي هي المبشرة الخاتم، دليل البنت العزباء على الزواج، الدبلة، الاساور، الغوايش، التاج، الساعة، كل دي رموز اكسسوارات دل على البنت العزباء بالزواج او الخطوبة قريب جدا. طيب ايه تاني يا جماعة؟ البرفان، العطور، كل من اللي هي انواع العطور دل على السيرة الطيبة، دل على سيرتك بين الناس. يعني لما بنشم ريحة برفان كويسة بنقول الله الريحة دي جميلة. طيب لو انت حتى الريحة دي وشمها والعطر ده جميل، اعرف ان سيرتك طيبة بين الناس، او اعرف ان سيرتك طيبة بين الناس. دي برضو البنت العزباء لو جاي لها عريس وداخل عليها وريحته كويسة، اعرف ان العريس ده كويس وريحته طيبة وسيرته طيبة بين الناس، وانسان كويس وانسان طيب وانسان خلوق، ريحته كويسة، حاطط برفان ريحته زعقة، يعني انسان بين الناس كلها خلوق. الرجل المتزوج لو حاطط برفان وشامم ريحته وريحته جميلة، ده سيرتك طيبة بين الناس، في شغلك، في عملك، في بيتك، بين قرايبك، سيرتك طيبة، سيرتك كويسة جدا. رؤية البرفان يا جماعة والعطور للست المتزوجة، لو شافت نفسها حتى برفن وريحته جميلة والناس، ده دليل على سيرتك الطيبة بين الناس كلها ومحبتك بين الناس كلها. كل من هو من بيشتري عطور في المنام، ده ريحته سيرته طيبة، دل على حاجة كويسة داخلة عليه، فرحة، مناسبة. طيب ايه هي الاكسسوارات المحذرة وبعض الرؤى؟ المكياج يا جماعة، لما تكون حتى مكياج والمكياج بسيط والمكياج جميل وشايفة نفسك جميلة، للبنت العزباء دل الله على مناسبة خطوبة وزواج، للست المتزوجة فرحة ومناسبة ورزق وحاجة كويسة داخلة عليك. لما تشوفي نفسك في المكياج بتاعك هادي وبسيط وجميلة. طيب ايه اللي هو رؤيته محذرة في الاكسسوارات؟ السلسلة، سلسلة رؤيتها وحشة جدا وغير مستحبة، دل على السلسلة، دل على القيود، دل على انت مخنوقة بشيء، دل على ان انت حاجة خنقاك، حاجة داخلة ضيقة، داخلة هم. ايه التاني؟ الرمز التاني اللي هو العقد اللي بتلبسيه، اللي هو الحلي اللي بتلبسيه في العنق، ده اللي بيبقى لازق في رقبتك، ده رؤيته غير مستحبة، دل على الضيقة والخنقة وهم وكرب، عزكم الله. يعني الرمزين دول يا جماعة من اسوأ الرؤى في المنام. دي الرموز يا جماعة، وفي لسه فيديوهات تانية هعملها لكم كتير، انا مش عايزة اطول عليكم عشان بعد الفيديوهات انا هعملها لكم، والله اعلى واعلم. ياريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.